يا صباح الخير وصباح الحب وصباح الفنون، كي صباح سولة بس عليكم مزيانين، اش اخباركم؟ شكرا شكرا قديما شكركم، شكرا الكبيدات على القليبات الحمراء اللي خليتوا لي وعلى لي لايك، الله يسهل على كل وحده خلات لي لايك وقليب، وهذا شكرا لكم بزاف حيتاش بصح هكا كنحس بالتفاعل ديالكم، ماشي بحال ملي غير كتفرجوا كتخرجوا ما كنعرفش واش عجبكم الفيديو واش ما عجبكمش. المهم لهلا خطاكم عليا بديت معكم الفيديو يا اختي كله طاقه ونشاط وحيويه. المهم خرجنا نفطروا، المهم شوفوا البنات الفطور اللي كيكونوا هكا جنب البحر، القهاوي اللي شادين على بحر نيشان كيكونوا شويه زايدين في الثمن، واللي في الجهه الاخرى كيكونوا اثمن هكا عادي، بحال هنا الفطور عادي والله البنات الا اثمن عادي 30 درهم، حتى الماكله زعما اثمن ريزونابل. المهم بصحتكم تانتوما، وتا اللي كنتو كتشوفوني في العشيه نوض خذ لكم واحد الكويز ديال القهوه ولا كويز داتاي وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر في افاده. كوكو البنات هاني يلا رجعت لكم. المهم كيما شفتوا ماشي ديما كنخرجوا نفطروا باش نكونوا متفقين، يعني ماشي ديما كل صباح كنفيقوا كنخرجوا نفطروا، كل نهار رزق كل نهار على حساب لقانا. المهم رجعنا للدار تحينا واحد شي شويه دوشت وقلت علاش لا اللي منها نجاوبكم على لي ميساجكم، منها نشارك معكم هاد القفيفه يا البنات اللي من اكثر الفيديوهات اللي كيعجبوكم. شوفوا البنات في الجامعه هاد الشبيكه هادي خديتها من البحر، خديتها ب ما عرفتش واش 30 درهم يمكن ما عرفتش واش شمتني ولا شمتو. المهم هو ترزق الله وانا شريت شي سوفونير من البحر من هنايا. البنات او قبل ما نبداو الفيديو بالنسبه للبنات اللي كانوا كيسولوني على هذا الكريم، ها هي البنات ادفيل ادفيل هذه صالحه لتبييض المناطق الحساسه ولا الابطين ولا العنق، يعني هي كيقولوا حتى الوجه، ولكن انا الوجه كنخاف ما نقدرش نقول شي حاجه شي وحده دير شي حاجه في الوجه وانا ما مجرباهاش على وجهي، انا ما جربتهاش على وجهي ولكن جربتها بزاف ديال البلايص غزاله، خصوصا ان دابا يعني دابا مازال ما بديتش العنايه ديال بعد البحر، ولكن كنحاول ما امكن انني كندير داك ليكيليبر ما نكحل من ما نبيض. المهم هذه تبيض مناطق حساسه راه واعره البنات ورطبه وكتحيد داك الحروشيه وكتحيد داك كيفاش نقول داك الطياب، يعني زوينه بزاف هذه بالنسبه لتبيض المناطق حساسه. حاجه واحده اخرى عاوتاني بغيت نشاركها معكم هي هاد الكريم اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه ديال بيورينا، كان جاني غير كادو وصراحه يعني كنت درت به شي مره ولا جوج داكشي، وفاش هضرت لكم عليه في الفيديو ما عطيتوش حقه، احسن ما جربت في الترطيب والريحه البنات عرفتي هذا ملي كدوشي وكتدهني به لوكور ديالك يا سلام، تخيلوا ولدي الصغير تبقى يقول ماما ريحه زوينه ديري لي حتى انا، عرفتي فنه 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 كتعطي واحد ريحه النقا بحال دوك لي كريم ديال لي بيبي، زوينه زوينه زوينه. هذا اللي لقيتوه خذوه راه كيتباع في لي بارا فارماسي، واعر 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 بحق انا ما عرفتش الثمن ديالو لان كما قلت لكم جاني غير كادو ما شريتوش، ولكن واعر وهذا غادي نبقى نشريه ديما لانه بصح يستحق زوين بزاف. حاجه واحده اخرى سولتوني على العكوره، العكر اللي كنت دايره في الفيديو فاش هضرت لكم على منتوجات لا بوزيتيف سولتوني عليهم هذوك البنات، نسيت نوريكم دقيقه البنات هادو الجلوسا ديال مايبيلين انا كناخذهم من كارفور، البنات في كارفور راه دايرين 108 درهم تقريبا، هادو هذا غوزان ديال اللي شفتو في الفيديو وهذا كيعطي موف شي شويه بعقله يعني ما مجهدش بزاف ولكن كيعطي شي شويه مغلوق، وهذا غوزان ديال غير هما كيجيو مغلوقين، وهادو البنات غارانتي على حسابي ما كيتمسحوش، يعني ديالي ضربت عكيره كولي شربي خرجي تساري كترجعي في العشيه كترجعي مازال معكر، غير انا شي شويه جاوني مغلوقين واللون اللي قالوا لي زوين بزاف انا مازال ما جربتوش، هو 175 لقيتو غير خذوه جربوه خذوه زوين بزاف بحق انا ما لقيتوش في كارفور، الا لقيتو غادي ناخذو. بالنسبه لهذا مازال ما سولتونيش عليه ولكن ديما كيجوني لي كومونتير، هذا هو داك هذا جلوس هو اللي دايره دابا ديال مايبيلين، وديما تيسولوني على فوندوتا، فوندوتا ما كنديروش البنات كيضر البنات فوندوتا بزاف البشره، حاليا دابا دايره هذا ديال اسدين ديال ايه اسدين، ولكن البنات انا كنت قلت لكم باللي مغلوق يعني جاني مغلوق فاش كتفخني فرحت حتى ديك الساعه كنت بيضه شويه دابا ملي تبرونزيت شويه بالبحر جاني تقريبا هو هذاك ما جاش غلق لي وجهي جاني بحال وجهي تقريبا، يعني اللي سمراء راه يجي معاها ولكن اللي بيضه بيضه غادي يغلق ليها الوجه ديالها، هذا ليكرون ديال اسدين وراه تانتي. حاجه واحده اخرى قلت لكم انا حيت انا ما موالفاش ما ساكناش في المدينه ديال البحر وما موالفاش بزاف بالجو ديال البحر، فاش كنجي هنا لكازا شعري تيديرها كيتشعكك، كنعيا ما نصاوب فيه ونعيا ما نقد فيه ونعيا ما ندن فيه كيتشعكك بالحق. جربت هذا السيروم هذا ديال ماكاداميا شريته يلا خديته يلا جربته تقريبا شي جوج مرات، ماكاداميا داير خديته بشي 90 درهم زوين اللي شعرها ناشف ودايره لي ميش غتجربو. البنات ما غنكذبش عليكم نقول بزاف كيسولوني كيقولوا واش ما تضرر لك شعرك بلي ميش، في الاول حيت انا فاش درته
فاش درتهم بقيت سيما انا وانا تندهن شعري، تندهن تندهن بالزبده والزيوت وهذا. ملي صاوبت اول مره فاش درت لكم فيديو حسيت فيه مزيان، ما ولاش بحال لاستيك. ها نتوما كما كتشوفوها فهمتوا، يعني ما تحرق ما والو، ولكن مع المده كتحسي بشعرك انه ناشف شويه، ماشي بحال يعني ماشي بحال ملي كيكون طبيعي لون واحد. الالوان مفتوحه كيبان فيهم ضرر في الشعر، الالوان مغلوقه لا. المهم المثال غنرجع ان شاء الله من نرجع من الكونجي غادي نبرعوا وصفات وغنبرعكم معايا. هذا سولتوني على هاد فيكتوريا سكري، واعر واعر وكاين عند الماكياج كاملين. سبراي ملي كتكوني يلا دوشتي ولوكور ديالك مازال فازك ارشي غزال. هذا غادي نحاول نزرب باش ما نعطلكمش. هذا البنات ديال لوريال، هذا غسول الوجه. شريته ولكن ما غنعاودش نشري، ماشي لحقاش خايب، انما انا كيعجبني بدل. ولكن كاين شي حوايج بصح عجبوني بزاف، بحال هاد فيكتوريا، بحال هاد سيروم، بحال هاد الكريم لاكوره ديال ماي بيلين. زوينين البنات زوينين، لاكوره كتشريهم بالثمن وما كيبقاوش. بحال هذا ديال ديور راه غالي، ولكن هيك ديريه طار مشى. هذا هاد الايام رجعت كنديروا هاد السيروم ديال اوسيرا، رجعت كنديروا هاد الايام حقاش كازا كما كان الحال البارح ما بقيتش كنمشي للبحر بزاف. هذا رجعت كنديروا هاد الايام، تبعوا معايا الفيلم. بالنسبه لهذا، هذا ديال فلورمال، هذا فراجو اللي كلشي كيهضر عليه، كلشي كلشي كلشي. اللون ديالو بيش وكيقولوا بانه زوين وهذا، والرقم ديالو 48. مشيت انا خديته في الاول عجبني، من بعد لاكي صراحه كيجيك وجهك بحال موسخ، ما عجبنيش انا هذا، ما نعاودش نشريه. وحاليا كندير غير هذا، كندير هذا هاد الهايلايت ديال ديور، وكندير هاد الفراجو ديال شانيل. هادو هما اللي كنستعمل هاد الايام. عارفين السفر ما كيجيوش معاك بزاف د الحوايج، المهم هادشي اللي كنستعمل. بالنسبه للبنات نصيحه، ملي ترجعوا من الزنقه ضروري غسلوا وجهكم، ما يخرجش منك هادشي حتى جوج دقائق. غسلي وجهك باي جيل نيتوايون ولا بصابونه، وقبل ما تغسلي وجهك حيدي الماكياج، ما تخليش الماكياج، يعني حيدي الماكياج عاد غسلي وجهك وديك الساعه رطبي وجهك عادي. بالنسبه للجيل انتيم كنستعمل هذا ديال بيورينا غزال، زعما نقدر نعاود نشري. بالنسبه للجيل دوش ديما تنقول لكم كناخذ لي جيل دوش، كتبقى الريحه في الدوش كنخرج بلا ريحه. جربوا هادو ديال اشوايه ولا ما عرفتش سميتو اشوايه، ما عرفتش نطقتها صحيحه ولا لا. المهم هادو عجبوني، شفتو عند اختي وعجبني وخديتو حتى انا، زوينين. كتبقى كتحسي بعدا بالريحه، ولاحظت يمكن واحد الملاحظه والله اعلم، حيت انا يلا جربتو. ملي كتخرجي كتحسي باللحم ديالك رطيط. بالنسبه لمزيلات العرق ما كاين ما احسن من هادو ديال ديور ديال دوف، رحمق عليهم زوينين كيخليوش ريحه العرق. وحتى هاد ريكسونا هادي باش عجبتني، هاد ريكسونا كديريها فوق الحوايج كتخلي لا بيوضه لا والو، كتحسي بالانتعاش. هادو ديال ريكسونا، بزاف منكم تيقولوا لي البنات راه مع المرات كنعرفوش نصور حاجه ما كتبينهاش في الكاميرا. البنات دخلوا عندي الانستغرام، كنهضروا تما كثار بالتصاور بلي زوديو بكلشي. الانستغرام ديالي هو حسنا بيوتي هوم مزيه، غادي نخليها لكم هنايا مرحبا بكم. بالنسبه ليكرون هذا سونسيليس هو اللي كندير اخوا، نقدر نعاود ناخذو لحقاش زوين. انفيزيبل ما تيبينش وما تينشفش البشره، عجبني صراحه. هذا البنات اكرون ديال اليدين وانتي طاش وكلشي، كنت خديتو بشي 90 درهم. صراحه ما غنعاودش ناخذو، علاش؟ حيت ما كيديرش افي كبير، وفي نفس الوقت اللهم ناخذ شي اكرون ديال 100 درهم بحال ديك فات لي سميتها. المهم ناخذ اي اكرون رخيصه كاع نبدا نديرها ليدي ورجلي، وما ناخذش هذا صغور بلا فايده، وما كنمشي زعما دار لي شي حاجه صراحه لي والو عادي. بالنسبه للكحول ديما كتسولني، وما انا مكحله كاين مكحله غير واحد الكحول لقيتو عندي في لاتروس عادي ديال ماي بيلين، ما عرفتش واش ماي بيلين فري ولا ماي بيلين ماشي فري ولا المهم يمكن هذاك خديتو من بيم. ما بقيتش كندير الكحول بزاف، كنت انا من الناس اللي كنحمق على الكحول، ولكن ما بقيتش كنديرو لحقاش كنحس بيه بانه بدا كيهبط لي بزاف وكيديرونجيني وكيكحل لي تحت العينين، كيبدا يبانوا لي بحال عندي لي ستغل وانا ما عنديش. خديت هذا الايلاينر ديال فلور مار، خديتو غير من بيم، تقلي زوين حتى هو، ما دايرهاش دابا، دابا دايره غير كحول، ندير لا ماسكارا لا حتى حاجه. هاد الجلوس ديال اوريفلام حتى هو زوين، ولكن انا عودته بهذا ديال ديور، عجبني لونه زوين وكيرطب الفم. وبالنسبه الماسكارا البنات كنت وريتكم واحد الماسكارا ديال ايسونس، هذيك اللي فيها داك اللون بحال خضيدار، بحال صراحه واعره، وكنت كتجبد الشفا الله الا كتجبدهم بحال راه كيدايرهم. ومن بعد ما بقيتش تالت ليا وقلت انا نجرب هذه، لان شفت بزاف الناس كيشكروا بالحق هذه، لقيتها ما زوينش، طلعت يعني عاديه ماسكارا عاديه، جاتني بحال فاش عطاها لي جاتني قلبتها جاتني بحال بارده بحال ناشفه بحال. المهم ما عجبتنيش انا هذه، ما نعاودش نشريها يعني، نتوما بلا ما تعاودوا تشريوا هذه الماركه هذه. وبالنسبه
لهاد لي بغوص هادو اللي كندير بهم انا الماكياج كتشوفو عندي كتبويه ديال قوس قزح هادو غير من بيم. انا اغلبيه الماكياج كناخذو من بيم. ندوزو لاخر حاجه تقريبا هي هاد القلم ديال الحجبان. شوفوا كيفاش داير بحال هكا البنات. هذا ديال مينيسو ديال شي 69 درهم. من هنا داير بحال هكا. هذا باش كنطراسي انا حجباني فيه الماغو. ومن هنا فيه لابغوص. ومن هنا الا بغيتي تعمري فهمتوا يعني فيه ثلاثه. والرقم ديالو هو 5 يمكن خمسة البنات. ماغو زوين هذا غير خذوه. عاد انا راه خديتو دوز لي تقريبا عام هو عندي صراحه زوين. ايوا هادشي كاين البنات. اخر حاجه بغيت نشارك معكم بالنسبه للصيف اللي انا ما قدرتش نستغنى عليها هي النضدرات ديالي. وكنتو سولتوني عليهم ديما انا كناخذ نضدري من عند زهير بالنسبه للناس ديال خنفره. زهير اللي كاين حدا بنك الشعبي. بنك الشعبي هذا. هادو البنات نضدرات كناخذ انا نضدرات. ولكن شنو كندير فيهم كندير كنبدل الدجاج كنديرو ديال الشوف لان عندي انا الشبكه كتشتت ليا يعني الشوف كيتزلع عليا. هادو كناخذو ماكا مربعين وكبار باش منها كيحميو ليا الدوره ديال العين ومنها عيني كتبقى مرتاحه لدرجه انني عرفتو راه هاد ليا متحر ليا انايا بقوس ما كنديرهم بزاف. كون كنلقى نقص بهم في الليل وكلشي غزالين 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 كيدير لكم الدجاج واعر كتبقاي عينك مرتاحه كلشي. راه كنت خديت من عنده هادو وخديت من عنده حتى هادو ديال الشوف. هادو لا عقلتو عليهم طاحو. هادو ديال الشوف كناخذو منا كبار وهادو ديال الشمس. هادشي اللي كاينه كبيدات تهلا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم الا خرجت الا بقيت خرجت راني غادي نكمل لكم هكا شنو درت. الا ما بقيتش خرجت ما شفتوني ما شفتوش. سلام البنات دايرين لاباس عليكم؟ عرفتوا كتسمعوني ولا لا؟ شفتكم كبيره شعكك ومسخه وشي مجمع. المهم عينه كنا في مارينا مول صراحه ما صورت لكم والو لحقاش عينه كنا كنتقضوا كاش حاجه للدراري. جري عين جري عليك وجينا حتى انا الدراري في الدار وجيت انا وخي جابتني لاله ناكل السوشي حتى انا ما عمري ما كليتو الحقيقه شنو نبان على الاصدقاء والصديقات ما عمري ما كليتو. ما كاينش في خنيفره وما كنزعمش انا ما يمكنش نجي دابا فاش كنجي هنا للكازا كاش كتدخلي شي ريستو تبقى تكوموندي انت ما عارفاش هادي من هادي ولا يعني البياعه زعمات زعما هي خبره شي ديال الاقدميه. المهم انا نجربوه وغنرد عليكم. المهم انا ما كومونديت حتى حاجه هي بقات كتختار راسها مقيله ما عرفتش داكشي كتعبر حتى يجيبوه ونصور لكم مقيله تكتوكا. المهم غادي نصور لكم كلشي يلاه على القرص. هو المنظر كريم. صراحة دازت تجربة زوينة خصوصا ملي كنكون مع اختي كنبقاو غير الضحك وصافي. شكلا زوينين خصوصا ان ما فيهمش شي حاجة هكا خضراء حوت خضر ولا كليناهم عجبونا ما خلينا حتى حاجة. ولكن باش نقول لكم انني مرة اخرى غنعاود ناخذهم ما غنزعمش بوحديتي وخصوصا ما كنفهمش مني ما عنديش تجربة في السوشي. من بعد خرجنا خدينا كلاص من فينيزيا صراحة عندهم لا كلاص واعر داير 20 درهم. ايوا هادشي اللي كاين البنات هادي هي التجربة ديالي مع السوشي. السوشي البنات ايوا متنساونيش من القليبات ديالكم والله البنات الا كيفرحوني. ومرحبا بكم في انستغرام ديالي كاملين لالا يخطيكم عليا والله يسهل على كل وحده. يلا دابا 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 اللي مازال ما خلاتش لايك خليه ليا. تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي وعطله سعيده للجميع. وشكرا بزاف على لي كومونتير الزوينه اللي كتخليو ليا في كل فيديو وعلى التحفيزات ديالكم وعلى الاراء ديالكم وعلى كلشي كلشي كلشي. والله الا انا فخوره باحلى متتبعات عندي.